استقبلت أكاديمية شرطة وفدا من الإعلاميين الأفارقة لمشاهدة مرافق ومنشآت الأكاديمية وبرامجها التعليمية والأمنية، وذلك لإعداد الكوادر الأمنية محليا وإقليميا واستعراض دورها في تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية. وقد أشادوا بما شاهدوه وبالتطور المصري في إعداد الكوادر الأمنية. في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية، استقبلت أكاديمية الشرطة 29 إعلامياً يمثلون 22 دولة أفريقية للاطلاع على دور الأكاديمية كأحد الصروح الأمنية التعليمية المتميزة في إعداد الكوادر الأمنية محلياً ودولياً وإسهاماتها الفاعلة في تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية. الزيارة تأتي في إطار برنامج سنوي بتنظمه الوكالة لكبار الصحفيين والإعلاميين الأفارقة في إطار دعم علاقات التواصل بين مختلف الدول الأفريقية والتعرف على التحديات المشتركة ومناقشتها وسبل مواجهتها. التعاون مع الدول الأفريقية قائم مع الحقيقة أكاديمية الشرطة منذ ثمانينيات القرن الماضي من خلال تنظيم برامج سنوية ودورات تدريبية في مختلف المجالات. شاهد الوفد جانبا من الدورات التدريبية لعدد من الكوادر الأمنية الأفريقية بمركز بحوث الشرطة في مجالات الأدلة الجنائية والكشف والتعامل مع المواد المتفجرة ومكافحة الإرهاب، ضمن سلسلة الدورات التدريبية الممتدة والتي تعقد لتلك الكوادر في المعاهد التدريبية الأمنية المصرية للاستفادة من إمكاناتها وخبراتها الأمنية للنهوض بالعمل الأمني في الدول الأفريقية. Ça me permet de comprendre à quel point les stages qui sont offerts au niveau de l'académie ici sont des stages qui sont en phase avec les réalités du moment. Donc je pense que quand on dit que l'Égypte fait partie de l'Afrique, c'est une réalité. On voit qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont l'opportunité de venir se former. Et je pense que ça, c'est tout le mérite qui revient à l'Égypte. This is my first time in Cairo. It's been an exciting experience to visit the police academy and also the anti-terrorism training that you are offering for your candidate officers. It clearly shows you your country is ahead in terms of fighting terrorism and ensuring security for all the citizens. La visite nous a permis de constater de visu que l'Égypte a de fortes potentialités tant sur le domaine de la lutte contre le terrorisme. Une visite donc qui a été fructueuse et inchallah, une fois sur place, nous allons faire découvrir tout cela à nos compatriotes. And I also like to thank the Egyptian Agency of Partnership for Development for the opportunity given me to be here in Egypt and experience all of these things. And as I return home to Liberia, these are the memories that will live with me forever. كما تعرف الوفد خلال جولة قام بها بأكاديمية الشرطة على كيانات الأكاديمية ومنشآتها التعليمية والتدريبية وأحدث البرامج التي تطبقها في مجالات التدريب العملي لتأهيل وإعداد ضابط شرطة عصري مؤهل وقادر على مواجهة المستجدات الأمنية. As a journalist, I'm learning more, and when I go back to Tanzania, I'll be able to communicate with the government and tell them of the learnings that I've learned here in Egypt in many areas, specifically the security from the police academy. تم تنويرنا في جولة كاملة في كلية الشرطة على أحدث طرق التدريب والتأهيل لضباط الشرطة لمكافحة الإرهاب وحفظ السلام. نحن شاكرون جدا جدا للجهد الذي بذل في هذه الزياره. Nous sommes venus pour essayer de découvrir la nouvelle Égypte, l'évolution dans différents secteurs de la vie du pays. Nous avons finalement découvert que l'Égypte est finalement une puissance africaine.
إعلاميون أفارقة تمثل زيارتهم لأكاديمية الشرطة أهمية كبيرة لنقل التطور الكبير في منظومة إعداد رجال الشرطة المصرية إلى بلدانهم، خاصة مع فتح المعاهد التدريبية أمام الأشقاء الأفارقة للاستفادة من إمكاناتها التعليمية والتدريبية لصقل مهاراتهم وتحقيق الاستقرار في بلدانهم. فمصر دائما ما تمد يد التعاون إلى الأشقاء الأفارقة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.